جناب حضرت پروفیسر شہزاد مجددی صاحب سیفی صاحب سے جو وہ اپنے خیالات عالیہ سے نوازے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله منشئ الخلق عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمي. هو الحبيب الذي والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا
وإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها فاغفر لناشدها واغفر لقارئها فاغفر لناشدها واغفر لناشدها واغفر لسامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم على النبي وأهل بيتي كلهم ہے میری ہمدان ناتاں تو موت تا مقام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم